شو بعد بدك مني؟ كلك. ليك إبراهيم، نحن هون بمركز عملي هلأ، إذا بهدلتك ببهدل حالي. رح بتبهدليني أكتر ما تبهدلت عفريقك. أنت؟ ليش أنت انتبهت إنه افترقنا؟ مش عم نام الليل. أكيد إذا بدك تضل لحق الصبايا وعينك لبرا رح تقضي يا سهر وطق حنك. مش عم طق حنك. حني. ايه روح اتعلم احكيه بعدين تع. ايش في؟ ايش قلت؟ ابراهيم هيدا شو لونه؟ اسود. وشو اسم الحيوانات يلي بتسبح بالبحر ونحنا منقليهن؟ سمك. وهيدا مع شو بيضر؟ لبن. شفت؟ شفت انك ما بتعرف تحكيه؟ يا عمي مش عم بفهم عليك. ولا بحياتك رح تفهم. روح من هون. قلتلك روح، ضلك رايح لتخلص السنة. وبرجع اخر السنة. ثاني يا سمك اسود يا طقيق حنك. يي تمام، ما بدك تكملي الدق؟ لا، دق الجرس. ايه وانا رديت معك حق، كان بدها شيل صينية الاكل، قال بركة بدبر لها بيجامة وفرشاة اسنان. يا عمري شو هالزهور. هودي مني. لمين؟ لتيما. تيما؟ تيما. تيما. حضرتك ابراهيم، وبتقدر تعيطيلي بوب. برامو برامدو. ابراهيم وصلت لحكيتي؟ بعد ثلاث جمل بصيروا زهور لتيبا. خلي مخك هون يا سيخ الشاورما. تيبا رتيبة. شو بها؟ غارت. عمين؟ علي منك. يا محتالي يا تمام، مصاحبي وانا مش عارفة. لا تمام كانت خطيبتي وفكسنا من كم سنة ومش قابلة صالح، بس انا بحبها. قال انا عيني لبرا. شو عليه؟ ومن كم سنة تركين؟ يعني من كم سنة. وما جربت قبل ترجع؟ لا كنت مشغول. ليك يا خويجة برامو، معلي اذا عيطت لك برامو؟ واش عليه؟ تمام ما بتقتنع بسهولة. بعرف. يعني لازم تلاقي لها طريقة تاني غير الزهور، طريقة تدوبها تسوسحها. تمام؟ ايه تمام. انت بتعرف انه تمام عنيدة وما بتغير فكرة ابدا، واذا قالت انه اللبن اسود لازم يصير لبن اسود.